قال هذا متشدد، ومن قال له حلال قال تعالى أقبلك وأدعوك على العشاء. المهم نحن لا نريد لا تقبيل ولا لأني لن أقول حلالا. المهم ما هي هذه العملة ما يسمونه البيتكوين؟ شوف في مطلع التاريخ كان الناس بيتعاملوا بالتبادل، تبادل السلعة، أعطيك عزك الله خروف تعطيني مثلا خضار وفاكهة أو قمح مثلا يعني. بعد ذلك بدأوا يتعاملوا بالصدف والأحجار، صدف البحار يجيب كم صدفة كده معروفة يقول له هذه هذا الصدف يسوي كذا فيعطيه مثلا سلعة أمامه. بعد مدة بدأوا يتعاملوا يعني اخترعوا أو اخترعت العملات المعدنية والفضية، ثم بعد ذلك ظهرت العملات الورقية، وظهرت بعد ذلك الأوراق الإلكترونية التي تتعامل مع الماكينات المعينة، طبعا سبحان الله هذه في الماكينة، الماكينة بدون كلام تخرج لك ما يسمح لك. المهم هذه تعامل مجهولة الهوية، حتى وإن كان التعامل بها يعني فيها روح المخاطرة والمقامرة، لا تضمنها مصارف مركزية ولا ولي الأمر ولا سلطات الدولة، وإنما أنت في الهواء، واللعب فيها زيادة ونقصا فيها صورة واضحة من صور القمار. ثم إنها سبحان الله عملة قد تكون غير ممسوكة وغير معينة غير متعينة. أما أن ترتفع بهذا المنطق إن كنا من أهل الدنيا وسوف ترى، يعني إيه الغرر والجهل؟ مع أن المنبر ليس مكانا للفقه، وأنا لن أناقش أحدا بعد الصلاة في هذه المسألة، يعني لو سمحت أن أنا أقول ما أعرفه، المهم أو ما أعلمه.